حاليا دورنا عم تمر مرحله مفصليه جدا يعني، بعد تخلي كل العالم عنا وكل الدول العربيه حتى دول الغرب والدول الثانيه. احنا بمنظورنا يعني بنطالب بتوحيد كل الفصائل تحت كلمه لا اله الا الله محمد رسول الله اولا، وتحت راي واحده. طبعا يعني هذا بيجي تحت توحيد الجهود وتوحيد الدعم كان الخارجي او الداخلي. طبعا بالنسبه توحيد الصفوف او توحيد الكلمه، وخلينا نقول اكثر توحيد كلمه المجاهدين، لازم كل الناس تتوحد على خلف هذه الكلمه. والاسباب حاليا مثل داريا هي عمر الثوره، اللي عمر الثوره من بدايه الثوره ولحد الان ما قصرت ولا راح تقصر مع اي انسان، ومستمره بالثوره. احنا حاليا بنناشد كل فصائل الجنوب، خاصه فصائل الجنوب والفصائل الثوريه العامه على كافه بقاع سوريا الحبيبه، نتوحد ونشارك بعض البعض، لانه غير التوحد ما بنطلع نتيجه.